اهلا وسهلا بحضراتكم. جزئيه الكلوزنج من اهم الجزئيات اللي حضرتك لازم تكون عارفها كويس قوي وتتعلمها بشكل مظبوط وانت في مجال البروموشن او مجال الدعايه. ان انا اعمل كول بشكل مظبوط لازم تنتهي بجزئيه الكلوزنج وجزئيه الاسكينج فور ذا بزنس. تعالوا كده نتعلم الادوات بتاعه الكلوزنج او الطرق المختلفه للكلوزنج وازاي اقدر اطلب من العميل كتابه المنتج بتاعي او طلبه. اهلا وسهلا بحضراتكم، يشرفني متابعتكم للفيديوهات. السلام عليكم، برحب بحضراتكم معايا مره تانية. سيلينج سكيلز، جزئيه الكلوزنج واحده من اهم النقاط اللي لازم تاخد بالك منها كويس قوي. احيانا في ناس عندها القدره ان هي تعمل سيلينج بروسيس، تقدم كل الخطوات بتاعتها من بروبنج، من برزنتيشن، من هاندلنج اوبجكشن، لكن بتيجي بتحتار شويه في عمليه الكلوزنج. ازاي اخلي العميل يكتب، ازاي اخلي العميل يطلب المنتج لو صيدلي مثلا او ما شابه. ففكرة الكلوزنج واحدة من الحاجات المهمة جدا، وفي ناس شاطرة فيها قوي، وفي ناس محتاجة ان هي تتعلمها بشكل قوي، في ناس بتخشاها، في ناس بتقلق منها. فعملية ان انا اطلب من الدكتور او من العميل ان هو يكتب الدواء او ان هو يطلب الدواء، دي محتاجة ان انا اكون فاهم شوية نقاط. بيقول لك some sales people are reluctant، خد بالك، مترددين، خايفين، قلقانين ان هو close a sale due to fear of rejection. هو خايف ان ايه، بعد ده كله الدكتور وضحت له المنتج ان هو ايه، يقوم صديدني يعني. بيقول لك one great advantage of asking of the business، asking for the business، asking for the business AFTB is to know exactly where you are stand، انت فين بالظبط، يعني انت واصل مع العميل لانهي مرحله، واخد بالك، هل الراجل ده فعلا مقتنع باللي انت قلته، هل الراجل ده قدر المنتج والمميزات اللي فيه او زيارتك انت شخصيا ليه. فدي كلها حاجات زي ما قلت لك انت بتفهمها لما بتيجي تعمل كلوزنج او بتقفل الكول عشان تطلب منه ان هو يكتب المنتج. هنا بيقول لنا no does not necessarily means the sale is over but only more work needs to be done. مش معنى ان الصيدلي قال لك لا، مش معنى ان الدكتور قال لك لا انا مش هقدر اكتبه دلوقتي او يعني محتاج وقت مثلا، واخد بالك، ده مش معناه ان الدنيا خلصت، لا، انت محتاج تعمل مجهود اكبر عشان تقدر تقنعه ببعض المميزات الاخرى او طريقة العرض بتاعك تبقى مختلفة او حتى تقديره للزيارة بتاعتك، واخد بالك، او ممكن يكون اجراء في بعض الادوية الكرونيك ان هو محتاج مثلا يجرب بعض السامبلز او يجرب مع مريض واحد او اتنين بالكتير عشان يشوف فعلا هل المريض ساتسفايد، هل النتائج مرضية. فدي كلها امور انت محتاج انك تحطها في الاعتبار. يقول لك some sales people believe that an effective presentation should lead the buyer to ask for the product without seller needing to close the sale. احيانا في بعض الناس معتقدين ان هو لما يكون مقدم البرودكت بشكل كويس قوي ان هو خلاص هو كده فاهم ان الدكتور او الصيدلي هيطلب او هيكتب، ودي مشكله كبيره. دايما الناس البروفيشنال، واخد بالك، يعني بتتعامل مع الاخرين بشكل او تحب ان الاخرين يتعاملوا معاها بشكل ايه، بشكل بروفيشنال. هو راجل متوقع منك انك هتطلب، طيب طالما انت ما طلبتش، واخد بالك، طيب يعني خلاص، يبقى انا بعتبرها ان انا ممكن زياره وديه كده لطيفه، مجرد اويرنس والسلام يعني. فلازم زي ما اتفقنا قبل كده ان احنا نحط العميل تحت ضغط الطلب. نقطة كمان مهمة، بيقول لك the level of buyer purchase intention throughout a sales presentation. بيقول لك هنا ال intention to purchase والtime. كل ما زاد التايم، واخد بالك، كل ما قلت فرصة الحصول على الاوردر او ان الدكتور يكتب او ان الصيدلي يطلب وهكذا. الشطارة بتاعتي ان انا اكون محدد في كلامي، ان انا اكون مختصر في الكلام، ان انا ما افضلش ارغي على الفاضي او ادخل في امور جانبية بره الفوكس بتاع الموضوع. خليك دايما محدد، واخد بالك. بنقابل كتير من الدكاتره الاميابل، اللطاف، الظراف، اللي ممكن تقعد معاه قعده لطيفه وتتناقش في حاجات كتيره جدا، لكن في الاخر بتبعد حته الفوكس على البيزنس يعني. فهنا بيقول لك، واخد بالك، ركز، فوكس، قلل الوقت بتاع عمليه العرض وتقديم الفيتشرز والهاندلنج اوبجكشن، خليها قدر الامكان مختصره. العميل ما عندوش غالبا وقت طويل، احيانا بيفكر في بعض الافكار اللي ممكن تضر ولا تفيد. فكل ما كنت مختصر وعندك القدره على حسم الامور،
عندك القدرة على حسم الأمور من الأول واخد بالك، وتقديم المنتج في أسرع وقت ممكن، كل ما كان عندك يعني الفرصة الأكبر إنك تحصل على الأوردر أو إن الدكتور يكتب لك المنتج بتاعك. فخلي بالك ما تمطش في الأمور، ما تدخلش في أمور جانبية كتير، خليك فوكس، خليك واخد الستايل بتاع البيزنس وايز. الكلوزنج واحدة من يمكن الطرق، الكلوزنج اللي أنا بصراحة بعتبرها هي أفضل طريقة ويعني تتناسب معانا في المجال بتاعنا كميديكال ريبريزنتيف، هي فكرة السامرايز أند ذن أسكينج فور ذا بيزنس. انت قدمت المنتج، عملت هاندلنج الاوبجكشن، واخد بالك، فالفكره ان انا بعمل ايه؟ بعمل سمرايزيشن. المنتج بتاع دكتور بيتميز ان هو رابيد اونست اوف اكشن، بيتميز بالافيكاسي، بيتميز بالكواليتي، البيشنت ادهيرنس عليه بيكون سهل جدا، البرايس بتاعه بيكون سهل، وعشان كده انا ايه بستأذن حضرتك ان احنا اول مثلا 5 بيشنت او اول 10 بيشنت يكون ليهم فرصه في المنتج بتاعنا. حط الدكتور زي ما قلت لحضرتك تحت ايه، تحت ضغط الطلب. بعد ما بتعمل سمرايزيشن بشكل محترف وبشكل لطيف كده، تكون انت قدمت المنتج وعرضته وربطته بالبيشنت، دي نقطه مهمه. وكمان الستوري تيلينج يعني يمكن او الستوري سيلينج، انا من الحاجات اللي بحبها جدا وهنتكلم عنها ان شاء الله في فيديو قادم، فكره ان انا بقدم قصه لطيفه او يعني حاجه كده ليها علاقه بمريض، ليها علاقه بدكتور، ليها علاقه بصيدلي، بربط أهمية المنتج وفوائده الحقيقية بستوري كده لطيفة، واخد بال حضرتك، غيرت من الكواليتي اوف لايف بالنسبة للبيشنت. بعمل لها تقديم بشكل بسيط وبعمل سمرايزيشن وبعد كده اسكينج فور ذا بيزنس. على سبيل المثال هنا بيقول ويل مستر سميث وي هاف اجريد ذات المنتج الفلاني موديل ميتس يور ريكويرمنت، ده اللي حضرتك طالبه، ده اللي حضرتك بتحتاجه مثلا مع البيشنت بتاعك. هنا بيقول له المنتج دوت اوف لو نويز هاي برودكتيفيتي اند درايفر كومفورت ات كوست مناسب ويتش يو كان افورد، مي اي جو اهيد اند بليس ان اوردر فور ذيس موديل. هنا بيقول له ايه يعني انا قدمت لحضرتك المنتج بالمميزات بتاعته 1 2 3، هل اضمن كده ان ياخد فرصه مع حضرتك بالنسبه للفيزيشن؟ هل اضمن ان اول 10 بيشنت بيعانوا من واتكلم بقى على الانديكيشن الفلاني او تو انديكيشن، واخد بالك، دول هيجي كل يوم حظ مع حضرتك مع توافر الدواء مثلا في الصيدليه، تمام؟ يبقى خلي بالك من طريقه العرض مهمه جدا. الكلوزنج على فكره ده فن، يمكن قلت لحضرتك ان كتير من المعاهد والكتب المتخصصه اتكلمت في النقطه دي، يعني هنا مثلا بيقول لك ارت اوف كلوزنج ذا سيل، سيكريت اوف كلوزنج ذا سيل، حاجه مهمه جدا، مش مجرد ان انا اكتفي بالعرض الكويس او التقديم كويس او هاندلنج اوبجكشن كويس او البروبنج المحترف، لا انا هنا بتكلم على كلوزنج ذا سيل، واحده من اهم النقاط، من اهم السكيلز اللي لازم تكون عندك في طلب الاكشن من العميل. عارف انت لما بنتكلم في الديجيتال ماركتنج كده كول تو اكشن، احنا هنا بنتكلم مع العميل ان هو يكتب لي الدواء، الصيدلي يوفر لي الدواء، تمام؟ في عندنا طرق اخرى للكلوزنج، عندنا على سبيل المثال سيمبلي اسك فور ذا اوردر، وود يو لايك تو بريسكرايب ات، دايركت كده. ذا اوبجكشن كلوز اتكلمنا عنها في موضوع الاوبجكشن، واخد بالك انك بتحول اوبجكشن كبير عند العميل او كونسيرن معين، واخد بالك، طالما انت اقنعته وقدمت الموضوع بشكل مقنع، ها اف اي كان كونفينس يو ذات ذيس موديل از ذا موست ايكونوميكال ان اتس كلاس وود يو باي ات، واخد بالك، بتحول اوبجكشن ل عمليه السيلينج. في عندنا الالترناتيف كلوز وود يو لايك ات تو بي ديليفرد اون تيوزداي او فرايداي، انت هنا بقى ايه يعني العميل هيطلبه، فانت بتقول له بشكل بسيط كده اجيبه لحضرتك الاوردر ده يتنفذ يوم الاثنين ولا يوم الثلاث مثلا، واخد بالك، فبتحط هنا العميل في خانه الاكشن، احنا هنعمل اكشن. اكشن اجريمنت كونسيشن كلوز، كونسيشن هنا عمليه مرتبطه بالتفاوض، واخد بالك، انت بتقدم بقى كارت اخير، والله لو طلبت انا هعمل لك مثلا مش عارف بقى خصم مثلا 1% ولا 2%، هجيب لك بونص مش عارف ايه. ففكره الكونسيشن كلوزنج واخد بالك ان ايه كارت بقى اخير انت بترميه في اخر القعده خالص. If you are willing to place an order now I am willing to offer an extra مش عارف بقى 2.5% percent as discount، ده بيبقى كارت اخير انت بتحتفظ بيه في نهايه الكول بتاعتك او السيلينج بروسيس. اهم حاجه عندي asking for the business، يبقى الكلوزنج هنا واخد بالك، الكلوزنج هنا مرتبط بحاجتين، الكلوزنج مرتبط بالباينج سيجنال، بتلاحظ ان العميل بتاعك اقتنع، ابتدى يحط المنتج بتاعه في المنتج بتاع حضرتك في
الكونسيرن بتاعه او في البال او في التشويس، واخد بالك، ابتدى يشوف الفيتشرز بتاعته والبينيفيت بشكل ما، الدنيا اختلفت، الاويرنس زاد. فانت هنا بتشوف الباينج سيجنال وفي نفس الوقت اسكينج فور ذا بيزنس، لازم تنهي بيه الكول بتاع حضرتك.